متابعة حديثة من السيد معظمين ونجم الجبوري. تستمر أعمال صيانة وإعادة تأهيل طريق مواصل بغداد المقطع من مفرق القيارة إلى رمضانيات بطول 48 كيلومتر. طبعا العمل يسير بوتيرة متصاعدة والطريق كان متضررا جدا من العمليات الإرهابية، ونحن حريصين في مديرية طرق وجسور نينوى ومكلفين من السيد مدير طرق وجسور المهندس رضوان شاواني بمتابعة العمل بصورة مستمرة. طبعا العمل يتضمن على قشة الطبقات المتضررة من الطريق لممري الذهاب والإياب. أعمال قشط لممر الذهاب انتهت وأعمال إكساء طبقة الباندر، والآن العمل يسير في ممر الأياب، ومن المؤمل إنجاز المشروع قبل الفترة المحددة له، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 25% والمخطط 22%. تقوم شركة نبض الرافدين وبإشراف مباشر من شركة دورش العالمية بتأهيل طريق موصل بغداد من مفرق القيارة إلى سيطرة البراري. سوف يكون هناك طبقة جديدة، إعادة طبقة البوليمر، وهي طبقة مدعمة يتم العمل بها أول مرة في محافظة نينوى. يقوم ائتلاف شركات نبض الرافدين مهدي صالح وشركة الأشقاء بإعادة تأهيل طريق موصل بغداد المقطع الثاني الممتد من مفرق القيارة باتجاه سيطرة البراري اللي هي نهاية حدود محافظة نينوى بطول 39 كيلومتر ممرين ذهاب وإياب. طبعا تمت المباشرة بالأعمال بتاريخ 10/4، تم إعادة تأهيل وترميم أكثر من 58 قنطرة، بالإضافة إلى إعادة إنشاء 4 قناطر تنوعت ما بين صندوقية وأنبوبية، بالإضافة إلى إزالة أكثر من 40,000 متر مكعب من السواتر الترابية من مخلفات الحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش الإرهابي. الحمد لله باشرنا بأعمال القشط وتجاوزت نسبة الإنجاز أكثر من 76%. أيضا طبقة البايندر تم إكمال الممر الذهاب بالكامل وممر الإياب وتجاوزت نسبة الإنجاز 63%. طبعا حاليا نحن متقدمين بجدول تقدم العمل، نسبة الإنجاز الفعلي 25%، بينما نسبة الإنجاز حسب جدول تقدم العمل 22%. بعد بداية الشهر القادم إن شاء الله سوف تقوم الشركة بأعمال الطبقة السطحية المبلمرة اللي هي طبعا لأول مرة ضمن محافظة نينوى، وهي تجربة فتية ورائدة في البلد، ونتمنى من الله التوفيق وندعو أهالي محافظة نينوى وسالكي الطريق إلى الالتزام بإجراءات السلامة.